بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة وخاصة طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، طبعا حضراتكم النهاردة هنبدأ نراجع وندور على تجهيز حضراتكم لامتحان التجربة في الأول، ومنه بنجهزكم لامتحان آخر السنة. في سؤال طبعا الناس كلها بتكرهه ودايما بيجدوا فيه صعوبة، احنا بنقول فيه صعوبة، وهو سؤال هنشوفه بعد شوية. اعرف اول ما هتشوفه هتقول ايه دي الحاجة اللي احنا متعودين من حضراتكم تشوفوها، ونشوف يا ترى ايه هو السؤال. How to answer the second question. السؤال الثاني اللي بيجي في الامتحان ده، ايه السؤال الثاني اللي بيجي في الامتحان ده يا عم؟ ده اللي هو السؤال اللي هنلاقيه في امتحان اولى ثانوي، وبيجي في ترتيبه السؤال الثاني اللي هو ايه؟ املا الفراغ بكلمه مناسبه اللي احنا بنقول عليه complete the gaps with suitable words، اللي هي طبعا المفروض يعني فيها اس او ما فيهاش اس، عشان كده حطيناها بين قوسين. وده هذا السؤال اللي موجود عند حضراتكم بنلاحظ في مجموعة من الصعوبة، لكن بعد ما هنمشي مع بعض خطوة خطوة إن شاء الله يعني follow me، وهتلاقي في إن شاء الله تيسير يعني إلى حد ما. هنشوف السؤال الثاني في ورقة الامتحان، هو عبارة عن فقرة من أربع نقاط، أربع نقاط عايزين من حضرتك تكملهم. طيب الأربع نقاط دول عبارة عن إيه؟ إيه الهدف من هذه النقاط الأربع؟ قال لي الهدف منها وضع الامتحان، حط هذا السؤال علشان يوظف أجزاء الكلام اللي هي the parts of speech أو بعض منها. يعني أنت حضرتك بتدرس على طول السنة الفاعل والفعل والصفة والمفعول والحال ومش عارف إيه وإيه، ما احنا مش عايزين الكلام يبقى مجرد حفظ. ايه هو الفاعل؟ هو كذا وكذا وكذا وكذا، هو الفاعل كذا وكذا. لا، احنا عايزين حضرتك تطبق، وعايزينك لو دايما بنقول دائما وابدا الفهم يؤدي الى الحفظ، لكن الحفظ لا يؤدي الى الفهم. علشان كده هو حط هذا السؤال، انت ما جيت فيه صعوبة لانه بعيد عن الحفظ اللي انت اعتدت وتعودت عليه، وده اللي عايزين نخلصك منه بالتدريج. ايه اجزاء الكلام اللي ممكن تلاقيها في هذا؟ ممكن يطلب منك اسم ناون، ممكن يطلب منك adjective صفة، ممكن يطلب منك verb فعل، ممكن يطلب منك adverb اللي هو الظرف او الحال بنسميه، ممكن يطلب من حضرتك prepositions اللي هي حروف الجر. هذه الاجزاء اللي هي مكونه لاي جمله في اللغه الانجليزيه، اي جمله في اللغه الانجليزيه بتتكون من الاجزاء السابقه اللي احنا قلنا عليها مع حضراتكم قبل كده. يعني هي دي الاجزاء اللي احنا لاي جمله في اللغه الانجليزيه بتحتوي على هذه الكلام او بعض منها. طيب علشان اجاوب على هذا السؤال، ليس بالامر المستحيل ولكن باذن الله غاية في السهولة، لكن مع مزيد من التطبيق. يعني لازم تحل تمارين كثيرة جدا، مش حالت لك تمرين ولا اتنين وده وحش بعد كده بتقول لي انا عايز ابقى شاطر. مستحيل، يعني practice makes you perfect. كل ما تمارس اكتر، كل ما تفعل اكتر، كل ما تحل اكتر، كل ما تكون افضل. في بعض النصائح tips اللي احنا هنتكلم عليها هتعين حضراتكم على الحل بإذن الله تبارك وتعالى. اولا قبل كل شيء لابد تمسك السؤال ده، ما تبدأش تحل، لا ده اقرأ الفقرة كاملة دي، يعني بفراغتها ببغنوجها بمكسراتها بكله، تقرأ الفقرة كلها بس يعني قبل ما تجاوب، وقراءة متأنية مش قراءة سريعة، يعني بحيث انك تفهم. يعني هدي لك مثال بسيط جدا، يعني يقول لك ذهب محمد المدرسة بالأمس. قال إيه اللي ناقص في الجملة دي؟ هتقول لي ذهب محمد المدرسة، إذا ذهب محمد المدرسة، لا ذهب محمد إلى المدرسة. يبقى إذن هنا الحتة اللي ناقصة منك كلمة إلى، أدي حرف الجر، تمام. يقول هنا إيه؟ I went to school my friends yesterday. أنا رحت مع أصحابي المدرسة ولا إلى المدرسة؟ إيه تمام، يبقى ناقص حرف الجر ايه؟ تو. وهكذا
فأنت حضرتك تقرأ قراءة متأنية لمعرفة ما تدور حوله الفقرة. تمام، بعد ما نقرأ نرجع تاني ونجاوب، بس مع التأمل في الكلام السابق على الفراغ والكلام التالي له، لأن الكلام كله مكمل لبعضه. يعني تشوف قبل النقط إيه وبعد النقط إيه، وتشوف إيه اللي يخش في النص يكمل الكلام على بعضه. طيب نشوف كمان النصيحة التالتة. أولا لازم تفتكر وتذكر نفسك دايما إن الفراغ الواحد ما بيبقاش فيه أكتر من حاجة، هو تبقى نقصايا اسم ناون يا فيرب فاعل ضمير بروناون. الضمائر طبعا ضمائر الفاعل، ضمائر المفعول، ضمائر الملكية اللي حضرات، ضمائر منعكسة، دي كلها اللي انت درستها على مدار تعليمك المختلف، أو حروف الجر بروبوزيشنز، أو أداة تنكير آ أو آن أو ذا، يعني أداة تنكير أو أداة تعريف اللي هي ذا. وطبعا لازم يعني يا عزيز الطالب يا عزيزة الطالبة تقرأ الفقرة مرتين على الأقل. هي صغيرة لكن أنت عايز تخلص امتحان صغير، مش محتاج منك وقت كتير، لكن لازم تكون مذاكر وجهز له كويس. النصيحة الرابعة، لا النصيحة الرابعة، لازم تراعي إننا إذا كنا هنكمل بفعل في أحد الفراغات لازم تلتزم بالقاعدة. يعني إيه؟ يعني مثلا بس توصل الجملة من أولها لآخرها أو القطعة كلها شفتها في زمن الماضي، ما تيجيش تحط لي فعل في المضارع ولا تحط لي فعل في المستقبل، لازم تصرف الفعل حسب زمن الجملة والقطعة اللي أنت ماشي بيها. النصيحة الخامسة، أولا يعني لما تيجي تكمل ما تتعاملش مع كل نقطة على إنها منفصلة عن باقي الجملة اللي بعدها أو باقي القطعة كل واحدة لوحدها، لا دي كلها مرتبطة ببعضها، وكلها كل متكامل وفقرة واحدة بتكمل بعضها بعض. النصيحة السادسة، أوعى تتجاهل موضوعات كتاب المدرسة. تقول ما بيجيش، مصدقش الكلام ده، يقول لك ما بيجيش من كتاب المدرسة، لا هو بيجيب من كتاب المدرسة مش بالنص، يعني بيجيب فقرات بس لازم هو النص، لكن بيستخدمها ويطبقها بطريق آخر. بعد كده النصيحة السابعة والثامنة عشان ما تزعلوش، احفظ أكبر قدر من مفردات اللغة الإنجليزية. يعني تمسك الكلمة دي اسم، طب الفعل منها إيه؟ طب الصفة منها ايه؟ طب الحال منها ايه؟ وإذا كان فعل ايه حرف الجر اللي بيجي وراه؟ ده بيجي وراه تو زائد المصدر ولا بيجي وراه اي ان جي؟ لو كان الصفة طب ايه في حرف الجر اللي بيجي مع الصفة؟ وهكذا، تبقى عشان حصيلتك اللغوية تزيد، وكل ما زادت كل ما كان أفضل. كما ذكرنا آنفا as mentioned above، فالتطبيق المستمر لهذا السؤال اللي هو سؤال قطع التكملة دي مهم، يجعلك أيها الطالب أيتها الطالبة تعيش مع السؤال ويكسر حاجز الرهبة اللي موجود عندك. تعالى نشوف أمثلة follow me مع تويتي، ونشوف يعني follow me هيديني مثالين مش كتير خالص، واحنا هنعود نفسنا على الفيديوهات الصغيرة. بص كده، read the text below then write the word which best fits each space. يعني عايز اقول لك اقرا وشوف لي الكلمه اللي تناسب. انا هنا يعني عشان هو تدريب جايب لك 6 فراغات مش 4، 6 بس عشان تظبط نفسك. I first heard the story of Robinson Crusoe on the radio. سمعت القصه بتاعت عمنا روبنسون ده اللي هو البني ادم اللي قاعد على الجزيره لوحده. When I was 10 years، لما كان عندي 10 years ايه مش عارف. A man with a quiet voice، كان راجل صوته هادي. Read the، كان يقرأ، بيقرأ إيه؟ مش عارف. Every evening on one of the children's programs، بيقرأها في برامج الأطفال. Each part of the story lasted، كانت تستمر وتدوم 15 لمدة 15 إيه. It was so exciting، كانت حلوة مثيرة. That I couldn't wait to، ما كنتش قادر أستنى إلى. The next part، مستني اني اعمل ايه للجزء الثاني of the story. I really wanted to، طبعا انا فعلا كنت عاوز to، how to it was going to end، عايز يعني النهاية كيف تكون النهاية، ايه الفعل انا استخدمه. Since then Robinson Crusoe has been، من هذا اليوم ها كانت هذه القصة هي
ماي نوت ستوريز اللي هنشوفها مع بعض ونقرأ ده بعد ما فهمنا بتحكي عن ايه. تعالوا نحل مع بعض. I first heard the story of Robinson Crusoe on the radio when I was 10 years. ها؟ أيوة فعلا 10 years ايه؟ old. برافو. A man with a quiet voice read the. كان رجل صوته حلو وهادي وحنين كان بيقرأ ايه؟ انا بستمع الى ايه؟ ايوة فعلا الى القصة الستوري. Every evening on one of the children's programs, each part of the story lasted. كانت تستمر الحلقة الواحدة من هذه القصة 15 minutes ولا 15 seconds ولا 15 days ولا 15 years. طبعا ما دام حلقة في الراديو هتبقى 15 minutes. تمام. It was so exciting that I couldn't wait to. ما كنتش قادر استنى ان انا ايه تو هير اسمع the next part of the story. I really wanted to. كان نفسي ايوه فعلا اعرف ايوه to know how it was going to end. Since then Robinson Crusoe has been one of my ممكن تقول best وممكن تقول favorite والاثنين بيكونوا يعني اجابه صحيحه. لو لاحظتوا شفتوا الكلام سهل ومش صعب ومش محتاج مني اي مجهود كان. مثال تاني بس زي الامتحان وحته صغيره محتاجين عباره عن اربع فراغات فقط لا غير. For most students the summer holiday are the best part of the year. يبقى القطعه بتتكلم على الاجازه الصيفيه. ماشي. The is usually fine. تكون ممتعه. ايه اللي هتكون ممتعه؟ نشوف. So they can practice. يمارسون فيفوريت. يمارس فعل وفيفوريت ادي هنا عندنا صفه وموصوف هوبز. يبقى محتاجه مني مين؟ ضمير. طب تمام ضمير ملكيه. They go to the garden. بيذهبوا للحديقه او ايه to play some to play لكي يلعبوا. بنلعب في الحديقه وبنلعب فين تاني؟ ايوه تمام. Some students are lucky. لكن طلبه محظوظين. Enough وenough وفي فعل في المصدر يبقى حرف الجر near the sea and they enjoy swimming. تعالوا نقرأ تاني المرة الثانية. For most students the summer holiday are the best part of the year. The is usually fine. أيوة فعلا زي ما فكرتوا الأجازة بتكون ممتعة. So they can practice. يمارسون ضمير عايز ضمير. أيوة their favorite hobbies. They go to the garden. بيروحوا الحديقة. وأي تاني the club to يعملوا إيه هناك في النادي play. Some students are lucky enough. وقلنا حرف الجر هنا هيكون to live near the sea and they enjoy swimming. شايفين حضراتكم الكلام من أسهل ما يمكن ومش محتاج منك أي مجهود ولا خوف ولا رعب. وده يعني في النهاية أتمنى أن أكون استطعت توضيح هذا السؤال. ولا تنسونا من دعائكم وعمل مشاركة ولايك وتفعل الجرس على أساس يصلك كل جديد معنا. وطبعا انتبهوا أنا طبعا جهزت لحضراتكم بعض الامتحانات التفاعلية بس عشان تجهيز الامتحان التفاعلي اللي هو هيك بتحله عن طريق النت يعني بياخد مننا وقت في التجهيز. ودينا شغالين وإن شاء الرحمن ربنا يكرمنا ويكرمكم وبالتوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.